محطتنا التالية مع فريق اختار بناء جيل هندسي مبدع الارتقاء غايتوانو ليقدم المهارات الأساسية التنموية للطلاب طلاب الهندسة بالفروع المختلفة. وأكيد لنتعرف أكثر على فريق البنيان التطوعي للتميز الهندسي بصيرنا نرحب بضيوفنا لؤي جريدة طالب هندسة مدنية وعضو بالفريق التطوعي، وأيضا مزنة الخن طالبة هندسة معلوماتية وأيضا عضوة بالفريق التطوعي. أهلا وسهلا فيكم ويسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكم ويسعد صباحكم مرة تانية. رح نكون بالبداية معك لؤي لتعرفنا عن فكرة الفريق، كيف إجت وكيف قدرتوا تعملوا هالفريق يلي بيضم كليات الهندسة وأيمت بديتوا؟ هلا صراحة يعني فكرة الفريق اجت بسبب يعني بوحي الأزمة اللي تعرض لها الوطن وسبب الحرب الضروس اللي صارت. يعني خلال مراحل دراستنا تعرضنا كتير لصعوبات ولتحديات ولمشاكل. نعم. طبعا بسبب الحرب على وطننا. نعم. فلهذا السبب كانت فكرة انه ننشئ فريق تطوعي يحاول يكون رديف للتعليم الجامعي. وبالإضافة انه يكون رديف للتعليم الجامعي بانه يحاول نرتقي بمستوى الهندسة وبمفهومها. لهالسبب هذا بدأت فكرة انه نكون فريق تطوعي ب1/8/2016. طبعا بدأ الفريق بست اشخاص من خريجي كلية الهندسة المدنية، والحمد لله توسع لحتى حاليا يعني عدد المتطوعين اكثر من 80 شخص سواء خريج او طالب. بالإضافة كمان توسع وانتشر إلى خارج كلية الهندسة المدنية بحيث شمل كل كليات الهندسة سواء الهندسة المدنية، العمارة، الميكانيك، الكهرباء، الزراعة. نعم. بالإضافة للمعاهد الهندسية التابعة لكل اختصاص. نعم. والحمد لله قدرنا نحصل على رعاية كاملة ودعم من جامعة دمشق ومن نقابة المهندسين ونقابة المهندسين الزراعيين، والإضافة للاتحاد الوطني لطلبة سوريا، والإضافة لشركة ليصر الارتقاء الهندسي. نعم. يعني مزنة أنت هندسة معلوماتية مثل ما ذكر لؤي أنه في اختصاصات متعددة للهندسة، خبرينا كيف دخلتي لهالفريق وكيف بدأت الفكرة؟ صراحة أول شيء كانت مشاركتي ببداية العام الماضي. أول شيء كانت نونيتي بس تطوع، لكن مع الوقت صارت جزء من حياتي المهنية، وفعلا صار الأمر أكثر ما أنه بس تطوع، يعني صار نابع من حب وشغف لهالأسرة خلينا نقول الهندسية. صراحة الفريق بحد ذاته كان هدفه مثل ما قال لؤي وعقب، بس كان الهدف الأساسي كمان هو يحاول يلاقي وصل ما بين الفجوة بين المجال النظري الأكاديمي والواقع العملي. فالطالب بهالحالة مثل ينبنى جسر بين هالمجالين ليقدر يفوت بسوق العمل أكثر، وهي نقطة كتير مهمة يمكن. تمام. وأي طالب يعاني منها. تماما. حاليا أنا بالنواة الأولى بالهندسة المعلوماتية ومنسقة، بالإضافة لأني داعمة لوجستية وبفريق السوشيال ميديا بالفريق. حاليا شاركت كمان بورشات وفعاليات العطلة الانتصافية والتحضير للورشات والفعاليات لهالصيفية إن شاء الله. نعم مزنة، رح ننتقل لك لؤي لنتعرف عن أهداف هذا الفريق وخصوصي بما يخص الناحية التعليمية. تماما. هلأ بالنسبة للناحية التعليمية، يعني من المعروف أن المهندس السوري مشهود له بكفاءته وين ما راح ومرغوب بأي مكان بيتواجد فيه. لهالسبب هذا الهدف الرئيسي للفريق هو الحس على الإبداع والحس على التميز، ولفكرة كتير هامة مثل ما تفضلت مزنة بموضوع تقليص الفجوة بين الدراسة الأكاديمية والواقع المهني العملي. يعني للأسف الخريج الجديد عم يتخرج من الجامعة عم يتفاجأ وعم ينصدم بالواقع اللي عم يتعرض له، يعني الواقع العملي مختلف بشكل كتير كبير عن الدراسة الأكاديمية. فلهذا السبب فعم نحاول نأهل الطلاب وحتى الخريجين الجدد بأنهم يدخلوا لسوق العمل عارفانين شو الشيء اللي رح يواجههم، عارفانين كيف رح يتجاوزوا. نعم. ما يكون في صدمة، ما يكون في حالة مفاجأة من الموضوع اللي رح يصير. قديش عم تشوفوا ردة فعل الطلاب؟ يعني قديش إنه حاسين إنه في استفادة كبيرة عن طريق هالدورات وورشات العمل اللي عم تعملوها، وقديش يعني حسيتوا إنه بالفعل هن بحاجة لإلها؟ تماما. يعني فكرة الفريق لقيت انتشار كتير كبير ولقيت حب واسع، ولهالسبب انه لقيت دعم إلها وانتشرت بشكل كتير كبير. يعني تخيلي بدأت من كلية صغيرة، من عدد طبعا صغيرة كعدد طلاب يعني او بعدد صغير بلش فيها، وانتشرت لحتى وصلت لكل الهندسات في دمشق، وان شاء الله قريبا يعني في إنا اهداف انه نتوسع لكل جامعات سوريا ان شاء الله. تفضلي مزنة، كنا بدنا نتوجه لك بالسؤال، قدي حسيتي الدورات اللي انتي قضعتي لها واللي عم يعمل عليها الفريق قديش بتساهم بانه تقويه بمجاله أكثر؟ تمام. هلا الفريق عم يشتغل على محورين لأهل الطالب، محورين كتير اساسيين. اول محور مثل ما قلنا يطبق الشيء النظري اللي عم ياخده بالشيء العملي،
وبالتالي تترسخ عنده الفكرة وبتأسس صح. هي الفكرة كتير يعني لازم تكون شيء أساسي بالهندسات إنك أنت تطبق. تاني فكرة واللي عم يشتغل عليها الفريق هي تنمية الحس الإبداعي للطالب، لأنه فعلاً الهندسة هي مو بس إنك تحل مشكلة وخلص، الهندسة بدك تكون مبدع، بدك تكون متميز، بدك تفتح آفاقك، وبالتالي مبادرات التنموية اللي عم يقدمها الفريق عم تزيد هالنظرة اللي يشوفها الطالب ليقدر يكون مبدع ومتميز عن رفقاته إن كان بفترة الدراسة أو بعد التخرج. ففعلياً هالمحورين كتير أساسيين كهندسة خلينا نقول، وبيقدم كمان محاور يعني كتير جانب مهم ممكن ما كتير الناس بتأكد عليه، هي الثقافة النفسية للمهندس. إنه أنت تخرجت طب إنه هلأ صرت مهندس، صار إلي إخلاقيات معينة بدي أمشي فيها، صار في شغلات أنا بدي ألتزم فيها كمهندس. بتوجه الخريجين الجدد يلي هنا لسه مو معروف شو الخيار قدامهم، بتوضح لهم طريقهم، أنا أنو باب بقدر فوت منه، شو يعني نقابة المهندسين، شو يعني العمل، شو يعني العمل الحر إلى آخره. بالإضافة لهيك بتأهله لأنه يفوت لسوق العمل متخطي مشاكل يمكن ما يقدر يتخطاها لحاله. صراحة يعني المستفيد الأكبر من هاد هن الطلاب يلي حابين يتميزوا وحابين يبدعوا، لأنه مثل ما ذكرنا الهندسة إنه هي مثل تنافس على التميز اللي عم يصير. نعم. يعني لكل حدا يمكن عم يحضرنا هلا أو عنده شخص بيدرس هندسة بكافة مجالاتها، كيف بيقدر يتواصل معكم، كيف بيقدر ينضم لكم ويستفيد من هالخدمات اللي عم تقدموها؟ صراحة ثقافة التطوع اليوم صاير فيها غلط، إنه هي ما لها مردود. يعني كل العالم تقول انه تطوع انه عطاء بلا مردود. تمام. صراحة المردود مو دوما بيرجع على الشخص كمردود مادي. نعم. في مردودات احسن يعني برأيي كتير افضل من انه مردود المادي. فالتطوع كثير بيرجع للشخص باشياء، يعني انا تعلمت اشياء بتطوع ما ممكن لاقيها بالعمل. نعم. حتى يعني التطوع لا يقل ابدا اهمية عن العمل، وفي شغلات تتعلمها هون ما بتقدر تتعلمها هون. فبحب وجه مثل رسالة صغيرة لكل اللي حابب يتطوع، إذا حابب أنت تضوي شمعة بهالعتمة اللي صايرة وفيك تستفيد يعني من أشياء كتير. أولا أنك أنت رح تبني شبكة علاقات كتير كبيرة، مع التنويه أنه هذا الشيء كتير مهم إن كنت طالب أو متخرج، شبكة العلاقات الشخصية كتير مهمة أنك تكون عندك. كمان حتكون متمكن أكثر باختصاصك بما أنك أنت حتدرب حتعطي بالجو الهندسي، لأنه إذا أنت ما عندك تمكن باختصاصك ما رح تقدر أبداً تعطي. ثالث شيء مفيد حيرجع لك هي يعني خصوصية فريق البنيان، بدون يعني أنه ما أكل حق حدا، فعلاً هي مجموعة من الناس المتميزين خلية نحل عن جد عم تشتغل، وفعلاً هنا تجاوزوا قصة أنه بس تطوع، يعني في حب وشغف واضح موجود بالفريق. نعم. فأي حدا حابب يتطوع معنا يفتح الصفحة على الفيسبوك ويراسلنا، وميت أهلا وسهلا بالجميع. يعني فريق البنيان، فريق البنيان التطوع للتميز الهندسي. تمام. يعني باب التطوع مفتوح لكل حدا يرغب فيه. خلينا وأي نحكي عن النشاطات والبرامج اللي هلأ عم بتحضرونا. تماما. هلأ النشاط الأهم اللي عم يصير هلأ خلال العطلة الصيفية هو المرتقى الطلابي الهندسي الأول. طبعا التحضيرات جارية إلى السنة للمرتقى، وتم حفل افتتاحه تقريبا من 4 أيام. طبعا المرتقى عباره عن فعاليات هامه وتنمويه وهندسيه على جميع الاصعده. طبعا رح يستمر لمده العطله الصيفيه كامله بالنسبه للطلاب، ورح يتجاوز العطله الصيفيه بالنسبه للخريجين، يعني ممكن لبعد العطله الصيفيه بسته اشهر. المرتقى الهدف الرئيسي تبعه مثل ما تفضلت الانسه مزنا، بانه نبني جيل هندسي مبتكر مبدع. يعني الهندسه تنافس، الهندسه ابداع، الهندسه بحيث انه نبعد عن كل شيء تقليدي. بالإضافة المرتقى بيحوي 4 محاور أساسية رئيسية. المحور الأول هو دورة الخريجين الجدد، اللي هي أهم فكرة فيها أنه ترسم خارطة الطريق لما بعد التخرج، شو الاختصاصات الموجودة، كيف بدي حدد أنا شو الشيء اللي بحبك بدي كمل فيه، كيف بدي أتعامل مع وظيفة الدولة، كيف بدي أتعامل مع الوظيفة الخاصة. بالإضافة لها يتخللها مسرحية فكاهية بتوصف حال الخريج الجديد ومأساته بالبحث عن العمل. هي نقطة كتير مهمة. نعم. وبالإضافة لعرض قصص نجاحات لمهندسين بتعطي حافز وبتعطي قدوة ومثال. بالنسبة للمحور الثاني هو محور الدورات الحاسوبية. مثل ما بتعرفي يعني هلا ما عاد حدا اشتغل بايده، العالم كله والتطور والتكنولوجيا متجه باتجاه الحاسوب، باتجاه البرامج التكنولوجيه. نعم. فلهالسبب هذا عندنا دورات كثير للمهارات الحاسوبيه للبرامج الهندسيه، يعني اكثر من 35 برنامج رح يتم تدريبه. الاولويه رح تكون لبرنامج السند الطلابي. برنامج السند هو برنامج اطلقناه للطلاب الغير قادره على تامين تكاليف الدورات الماجوره بالمعاهد، فرح تكون يعني الاولويه لهم بالتسجيل بالاضافه لباقي الطلاب. بالنسبة للمحور الثالث، محور كتير هام، هو محور المبادرات التنموية الهندسية.
اللي حيكون بيحوي أكثر من 50 مبادرة على مدى المرتقى كامل. بالنسبة للمحور الرابع اللي هو محور الزيارات التنفيذية، وهذا محور كتير كتير هام وبيربط الواقع النظري الأكاديمي بالواقع العملي، يعني طلاب الهندسة المدنية ممكن ننزلهم على ورشات، على مواقع عمل، على منشآت عم يتم بنائها. طلاب الهندسة المعلوماتية ممكن ننزلهم على شركات تقنية معلوماتية. طلاب الكهرباء ممكن ناخذهم لمحطات توليد كهرباء تابعة لوزارة الكهرباء. كمان لؤي حابين نعرف يعني هالورشات العمل وهالدورات التدريبية مين اللي بيقوم فيها؟ هل بيقوم فيها خريجين أو حتى هن الطلاب ممكن يفيدوا يمكن سنوات أولى وثانية يقدر يعني يقدموا يمكن خدمة لزملائهم؟ تماما الموضوع ممكن يكون في خريجين متمكنين من البرامج، وممكن يكون في كمان طلاب بسنوات يعني قربوا يتخرجوا على وشك أنه يصيروا مهندسين. طبعا أهم شيء أنه يكونوا متمكنين بالبرنامج اللي عم يعطوه، المحتوى العلمي كتير صحيح ما في أي خطأ، والإضافة الأهم من هذا يكون عنده حب أنه يعطي، حب أنه يعلم، حب أنه مثل ما تفضلت مزنة أنه ينور شمعة بظل هالظلام اللي شايفينه. تمام، يعني مزنة قديش ملاقية تفاعل، قديش ملاقية مواقع يعني قدرات، قديش ملاقية في إبداع، يعني في شباب عم تطوع هلأ في شغف لأنه تقدم شيء. قديش ملاحظة هذا الشيء بين الشباب وفي مثلا منهم لا؟ هلا فعليا انا مستلمه كنت طلبات التطوع عندنا بالفريق. تمام. فعليا العدد كثير عم يزداد، يعني صار العالم عندها فكره انه التطوع انه حيفيدك إلك، مثل ما قبل شوي حكيت، يعني مو انه التطوع انه اذا زاد معي وقت بتطوع، لا، التطوع شيء مهم، شيء له قيمه. مع هيك الطلاب كمان يلي مو يعني مو اللي بدها تتطوع، قصدي الطلاب اللي بدها تحضر، حسيتها يعني متعطشه لشيء انه تطبق شيء عملي. تمام. عن جد بدون اي يعني زياده، طلاب السوريين عن جد مبدعين، هن بس عم يستنوا فرصه ليطلعوا هالابداع اللي جواتهم. تمام مزنا، والدليل على مشاركاتهم بعده اولمبياد خارج سوريا بمسابقه الاي سي ام بالاولمبياد العلمي السوري المعلوماتي، حتى قبل المرحله الجامعيه وصلوا لتايلاند، وصلوا لمراحل كثير كبيره، يعني هذا فخر اكيد لنا. اكيد نوجه تحيه لكل الطلاب المبدعين وين ما كانوا. لؤي، يعني مثل ما ذكرت مزنا، يمكن انه في دائما عم بيكون في امل عند كل طالب انه ينعطى له هالفرصه. وقالت كمان بما انه انت كمان كطلاب جامعه انه مو بس وقت يكون عندي فراغ او وقت زياده ممكن انا اتطوع باي فريق، كيف عم تلحقوا وتنسقوا بين دراستكم ووقتكم وايضا هالورشات؟ تماما، سؤال كثير جميل. هلا الفكره بمفهوم التطوع، يعني يوم نحن ناخذ مفهوم التطوع على انه عمل جدي وكانه عمل اي اخر ماجور، رح تحس بلذه، رح تحس بمتعه اثناء يوم تقدم. يعني يوم تقدم شيء للمجتمع، يوم تلاقي شخص عم يستفاد من المعلومات اللي انت عم تعطيها او من الامل يلي انت عم تزرعه فيه. يعني للاسف حاله الاحباط يعني عند كثير من الشباب انه انا بدي اتخرج، انا شو بدي اشتغل، انا شو بدي ساوي، يعني كثير للاسف محبطه ومزعجه. فانت يوم عم تزرع الامل، عم تفتح لهم الافاق لتشوف شو ممكن يشتغل، شو ممكن يبدع، يعني هذا شعور بالسعاده يغني عن الموضوع المادي. نعم. على الموضوع المادي انه ضروري بحالات اخرى. تمام. لكن في بالحياه امور اهم من الموضوع المادي، بالعكس يعني في شعور بالرضا، شعور بتحقيق الذات، شعور بالثقة، بالتفاؤل، بأنك تقدم شيء للمجتمع هذا لحاله. تمام. أنك تضوي شمعة لحاله كفيل بأنه يشعرك بالسعادة والرضا الداخلية. تمام، دائما العطاء هو متعة. تمام. هو بيقدم سعادة مثل ما تفضلتوا. يعني نصيحة هيك لكل شيء في طلاب حابين يكونوا بهذا المجال، حابين يتطوعوا، حابين ينموا هيدا القدرات. هلا اسم الفريق شارح حاله، فريق البنيان، يعني للي حابب يبني تطوعي، للي حابب يتطوع للتميز، ليكون متميز ويقدر يخلي اللي حواليه مميزين الهندسي لانه بطابعه الهندسي. فاللي بيحب هالصفات هي اهلا وسهلا فيه، ونحن كلياتنا جاهزين معه. كيف اخترتوا الاسم؟ يعني اسم كثير حلو، فريق البنيان. والله يعني صعوبة لانه بدنا الاسم يكون جامع كل الهندسات. فكل الهندسات يعني تعريف كلمة الهندسة هي حل مشكلة، بناء، نهوض. فلقينا كلمة البنيان هي جامعة لكل الهندسات يعني. والتطوعي التميز الهندسي شارحة حالة. لؤي، لوين حابين توصلوا بفريقكم؟ يعني شو طموحكم بعد هالمراحل ويمكن الورشات وكل شيء عملتوا لهلا؟ هلا طموحنا بعد ما نتوسع خارج عن دمشق، يعني نحاول نصل لكل جامعات سوريا، جامعة تشرين، جامعة البعث، جامعة الفرات. يعني نحاول انه نكبر الدائرة، دائرة الطلاب المستفيدين منا، نحاول انه نقدم افكار جديدة،
نحاول نوصل الشيء اللي هن حابينه، الشيء اللي ناقصهم، والإضافة كمان حابين نعمل مبادرات وفعاليات للمهندسين. يعني هلأ في مهندسين خرجين من فترات طويلة، في منهم كان بعيد عن الهندسة. هلأ كيف بدكم تجذبوهم لألكم؟ هلأ هدول ممكن تساعدنا فيها نقابة المهندسين. ممكن نعمل فعاليات مشتركة. ممكن يعني نحاول نلاقي وين في نقص أو في ثغرة ونحاول نسدها ونرممها وندعمها. إن شاء الله يا رب. مزنا دائما بكل فريق بنشوف روح تعاون أو انسجام بين الفريق لا ينتجوا عمل ناجح. قديش ملاقيه أنه في انسجام، في تعاون، في مساعدة لبعض، وهل ملاقيين في عكس هذا الشيء؟ صراحة يعني بسبب الواقع العملي أنه كلياتنا هندسة، وتقريبا يعني نفس، خلينا نقول نفس التفكير، كل شيء مبرمج، كل شيء منظم، ما حدا بيرضى أنه هيك يشتغل بشيء عشوائي فعليا. لأنه أنت لما تكوني طالبة هندسة ما رح تقدري أنه هيك تمشي يلا حي الله هيك، لا فعلا الهندسة عم تأثر على شخصية الإنسان. وبالتالي إذا أنت بمجتمع محاط بناس عم تدرس هندسة، متخرجين هندسة، فأنه حيكون كل شيء منظم، كل شيء مبرمج، عاملين احتياطاتنا مثلا صار هيك صار هيك. أهم شيء بالموضوع الحب والشغف. يعني إحنا أهم شغلة لما حد بده يتطوع بده هو من جوا بده يتطوع، يعني هذا الدافع الأكبر لأنه تكوني معطاءة أكثر بالفريق. بالنسبة لقصة التعاون دوما إحنا عم شبه يعني مثل خلية النحل، حدا غاب منغطي عنه، حدا صار معه ظرف نجي بداله. هذا التعاون هذا فعلا مميز عنا بالفريق. لؤي يعني اليوم قديش بتحسوا أنه أنتوا بالفعل بحاجة لدعم وجهات أيضا تساندكم لحتى تنقلوا هالطالب يمكن من الجو العمق النظري يمكن بالجامعة لسوق العمل؟ اليوم أنتوا بحاجة لكمان شركات ومؤسسات لحتى يمكن توصلوا هالطالب لا أو هالخريج للمكان الصحيح؟ صحيح، يعني صراحة الدعم مطلوب وضروري لحتى نقدر نقوم بهي الخطوة. كمان بالإضافة يعني نحن بحاجة لأنه ننمي الجوانب الغير الهندسية للمهندس. يعني حتى المهندس لا يكفي أنه يكون بيعرف بالهندسة ومتمكن من البرامج. شو هي ممكن الجوانب؟ ممكن الجوانب الغير الهندسية، ممكن تكون شخصيته، ممكن تكون أسلوبه بالحوار، أسلوبه بالتفاوض. يعني هي أمور بكرة بسوق العمل اللي هيتطلبها كتير. ممكن حاجته للغات، حاجته لبرامج حاسوبية غير هندسية، تعامله مع الانترنت، يقدر يعمل سيرش، يقدر يعمل بحث. يعني في أمور لازم يتعلمها بحياته العامة ليقدر يعني أي شخص ياخذ شخصية المهندس. يعني ليكمل هذا الشيء. ليكمل لازم يكون عنده يعني تخيلي العلوم النظرية أو الأكاديمية أو حتى الخبرة المهنية تترافق مع الشخصية الهندسية وغير الهندسية. هذا الشيء بيولد الإبداع، بيولد الابتكار والتميز. يعني مزنا مثل ما قالوا أي الفريق بلش بستة يعني تماما، يعني قديش عم يكبر دائما دائما بيكبر الشيء اللي بده يتكلل بالنجاح فهو بيكبر أكيد. عم تلاقوا دعم من جهات حكومية؟ عم تلاقوا دعم في تعاون كفريق؟ تماما في كثير في تعاون، وخصوصي من ناحية رئاسة جامعة دمشق والأستاذ رئيس جامعة دمشق تفضل لعنا بالافتتاح الأسبوع الماضي، وكتير كان راضي عن الشيء اللي عم يقدمه. السر النجاح والتزايد السريع للفريق هي قصة إنه فكرة جديدة، يعني إنه تجمعي كل الهندسات. نعم. إنه بالنهاية الهندسات كلها بتصب ب خلينا نقول بمجال واحد اللي هي الهندسة، حل المشاكل. صراحة مثل ما تفضلت كمان نحن بدنا دعم أكثر، دعم حكومي، دعم إداري، لنقدر نوصل لأكثر من طلاب. يعني حتى لما عم يقولوا أي إنه بدنا نوسع للمحافظات البقية، يعني هذا الشيء بيتطلب دعم، دعم إنه لنقدر نوصل للمحافظات وخصوصي بيظل هالأزمة. فكمان عم نلاقي كتير تجاوب كبير، وناويين كمان لسه نوسع شغلنا وإن شاء الله تيسر الأمور. أكيد كل التوفيق لكم وإن شاء الله دايما الفائدة والخير تعم هالفريق وتحققوا نتائج ملموسة على أرض الواقع. إن شاء الله. شكرا كتير. شكرا أكيد بتشكر وجودكم معنا. إن شاء الله يا رب بيكبر هذا الفريق سنة عن سنة إن شاء الله، وبتوصلوا للي بدكم يا وعفوا كل الشباب يوصلوا للي بدهم يا. يسعد صباحكم. شكرا صباحك يا رب. شكرا كتير لكم. شكرا هلا. أما هلأ